السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاج الدكتور قريبان، حياك الله سيدي داود. أيوا ولله الحمد مولاي. الحمد لله. يا مرحبا. بغيتك سي الحاج الدعاء معنا، الله يسر عليك. لا إله إلا الله. الله يعفو على الآن ما تتخيلوا، احنا كندخلوا شحال هادي ما شاء الله. لا إله إلا الله. سيدي داود شحال العمر ديالك أخويا؟ عندي 36 سنة. ما شاء الله تبارك الله. وتقريبا باقي كتذكر السي داود أول مرة غتدخن، شحال كان العمر ديالك؟ كانت 2000، ولكن العمر ما في 2000. ما شاء الله دابا راه 2000 مرة 17 سنة. إيه ما شاء الله. وكتذكر السي داود إلا بغينا نستافدوا منك، أول مرة غتستعمل سيجارة، شنو هو السبب اللي خلاك أنك تدخن؟ واش الأصدقاء ولا غير الراس ديالك قال لك هذا الكلام ولا بغيت تجرب؟ كيفاش وقع أخويا؟ كاين واحد كنت خدام الحاج في هادشي ديال البيع. اييه. وكان واحد السيد كيجيب الكارو، كيجيبو هكا كنشد من عندهم. ما شاء الله. ودخنتي؟ ودخنا صافي. وداك البليه اللي سقات فيك شعرتي بها بانك تمكنت منك؟ هاد البليه اللي تاثرت لي في حياتي هادشي الحاج. اي يا خويا. هي اللي خلاتي تاثرت لي فيا بزاف. ما شاء الله ما شاء الله. بعد 17 سنة من التدخين، كيف كتشعر بالصحة ديالك السي داود؟ الحاج كنشعر بعيان بحال السخانة، ديما بحال السخانة. لا إله إلا الله. الله يحفظك أخويا، الله يشافيك ويعافيك يا ربي يا كريم. لا إله إلا الله. وعندك دابا السي داود عندك رغبة أكيدة أنك تقلع عن التدخين. الحاج كنقول اليوم غدا اليوم غدا، ولكن أنا خدامين في هذا الشيء ديال البلية عرفتها امبارح. ما شاء الله. الله يحسن عوانك اخويا، الله يحسن عوانك. لا اله الا الله. شكرا اخويا داود، شكرا. الله يشافيك ويعافيك، وربي سبحانه وتعالى يمتعك بالصحه والعافيه ويغلبك على هذه العاده الخبيثه. هذه الاسئله طرحنا على السي داود باش نعرفوا كيفاش الانسان كيبدا اول مره غير بالتجربه، كيكون كيقول مع اصحابه باقي صغار، للاسف للاسف كنلقاو وليدات صغار 12 عام 14 سنة كيقراو في الكوليج وكيكون ربما غير بغي يجرب، شاف واحد البطل سينمائي في التلفزيون ألان دولون ولا فلان ولا عيدلان كيدخن بواحد طريقة معينة، بغيت هو يقلده وكيبدا يدخن. كاين فتيات حتى هما يا بغات غير تتقلد أو بغات غير تجرب وكتلصق في هذيك البلية، وكيبقى وكاين اللي غير مهموم ما عنده زهر بغي يجرب، كيظن بانه حينما يدخن غادي يشعر بالسعاده وغادي يشعر بالانفراج، وكتشد في ديك البليه الخبيثه لان فيها واحد الماده ديال النيكوتين كتمشي مع الجسم وكتدخل للدماغ وكتسيطر على مولاها. وطبعا الكل يعلم هذا المضار ديال التدخين، مضار على مستوى اللثه ومضار على مستوى الاسنان، تسوس وضعف في الميناء، والخطر الاكبر على مستوى الرئتين، كتلقى الرئتين ديال الانسان اللي كيدخن كيبداو يكحلوا بحال بونجا ولات كحله شد الاوساخ. اضف الى ذلك كيؤدي الى هزال في الجسم والى ضعف في البصر، وحتى ملي كيبغي يتزوج الانسان كيشعر بنقصان في الذكوره ديالو، والسبب كله هو هذا التدخين والعياذ بالله. العلماء قالوا بان خص الانسان يبعد منه بكل وجه كان، لانه ليس من الطيبات وانما هو من الخبائث. الانسان عمره ما كيبغي يدخن وكيقول بسم الله، عمر شي واحد بغى يسعل سيجاره وقال بسم الله، ابدا ما يقولهاش، لان ملي كنبغي بسم الله كنستعملها في الطيبات، بغيت ناكل واحد اللقمه كنقول بسم الله، بغيت نشرب واحد الشراب طاهر شاي او قهوه او ماء كنقول بسم الله، ولكن ملي كنبغي يدخن الانسان ما يقول بسم الله لانه عارف بان هذا الامر ليس محمودا. وملي كينتهي من السيجاره اش كيدير ليها؟
كيرميها في الارض وكيعفس عليها بالقدام ديالو، كيورك عليها لان بحال كينتقم منها. هي مضرة كبيرة. شحال ديال الناس كنعرفوهم قلوبهم طاهرة ونيتهم صافية ومن خيرة الخلق الله، ولكن تبلاو في سن مبكرة بها التدخين ولا لاصق فيهم وبغوا يبعدوا منه وما قدروش. كيفاش ممكن اخي الفاضل اقلع عن هاد الافة ديال التدخين؟ اول حاجة يقول لك لابد من العزيمة والارادة القوية تكون عندك، ديال العزيمة والارادة القوية، ثم بعد من الاصدقاء اللي كيدخنوا. خصك لابد تغير المحيط ديالك، تلاقى مع الناس ما كيدخنوش غترتاح اكثر. غتبدا العلماء كيقول لك حاول ما امكن انك تشرب الماء كثير، لان التدخين هو نار كتشعل البريكي وكتنفذ السيجاره. شرب الماء، الماء كيطفي النار. دير واحد القرعه ديال الماء معدني ديما معك، واخا ما فيك العطش شرب الماء دائما، كل ساعه شرب الماء، شرب الماء، ما غتحتاج تستعمل السجائر. ثم انك دير المشي السريع، ماشي الهرواله، المشي، المشي السريع. الى قدرتي ساعه ديال المكانه في اليوم غادي يكون افضل في الصباح الباكر، كتعاود تطهر الجسم ديالك وتنقيه من الرواسب ديال التدخين. ثم بعد ذلك غتكثر من اكل الخضر والفواكه، لان بحال الارض طاهره من التربه كتعاود تجدد الخلايا والهرمونات ديالك اللي بدات تموت او كتدبل. كثر من اكل الخضر والفواكه وتجنب اللحوم. ثم احسن طريقه ممكن نستعملوها ذكرها العلماء هو انك تدرب على ذكر الله. خلي اللسان ديالك رطبا بذكر الله، حتى كيقولوا بعض الصالحين لما لا، ديك يدك اللي كتشد بها السيجاره خذ واحد السبحه. السبحه ماشي بدعه، هي وسيله من الوسائل ديال العد. هذيك السبحه نديرها في يديه ونتفكر عوض ما نسد السيجاره كنسد السبحه، وكنبقى نذكر الله نذكر الله نذكر الله، سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر. هذاك الذكر راه قول العلماء بان اللسان حينما يقول هذه الاذكار بالضبط، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد، راح تقولها باش غتشعر. الطرف ديال اللسان ديالك كيضرب اللثه، وديك اللثه ملي كيضربها راه بحال كتعزف على واحد الوتر حساس في الدماغ، فالدماغ يفرز ماده منشطه تغنيك عن النيكوتين، وبالتالي ديك الماده اللي انت محتاج ليها. اللي غايقول لك اصدقاء السوء لا ميمكنش تقلع عن التدخين، راه ديك الماده ديال النيكوتين مشات لك في الدم ديالك. غتقول لي لا انا غنعوضها، عندي ماده اخرى معوضه ومطهره ومنقيه. شنو هي هذه الماده؟ واحد الماده راقي غريبه الاطوار كاينه في الدماغ ديالنا، كتجي عن طريق الذكر والخشوع. كيفاش كتخرج ديك المادة؟ ملي كنقول هاد الأذكار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. لاحظ طرف اللسان ديالك راه كيضرب اللثة الحنك الأعلى، وهذيك المنطقة اكتشفوا العلماء حينما تضرب عليها بلسانك كأنك تعزف على وتر حساس مرتبط مباشرة بخلايا الدماغ، فالدماغ يفرز مادة منشطة فتسرح في جسمك وتغنيك عن أي مادة أخرى خبيثة تدخل إلى الجسم. فأخونا سي داود نسأل الله تعالى أن يكره إليك التدخين ويحبب إلينا وإليك الذكر. الله يحفظك بما حفظ به القرآن العظيم، والله يقويك ويعطيك الله القوة والعزيمة والإرادة حتى تقلع عن هذه الآفة الخبيثة وتنخرط في سلك الذاكرين لله تعالى. الله يشافيك ويعافيك ويقويك، اللهم أمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.